لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي، حاشا وكلا. قلت الكلام ده كلام متين. قال ابن حجر: ومن أوضح، نعم، قال: ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قول الله تعالى: وما فعلته عن أمري. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: وينبغي اعتقاد كونه نبيا، ينبغي ذلك. ليه؟ لأنه في آية ذكرها: وما فعلته عن أمري، ذا الدليل. قال: لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي، حاشا وكلا. صح ولا ما صح؟ طيب، لقيت رواية في صحيح مسلم، رواية عجيبة جدا، أيضا تؤيد على أن الخضر عليه السلام يوحى إليه وأنه نبي من الأنبياء. والرواية هذكرها لك بعد شوية، يعني في نفس معنى هذه الآية: وما فعلته عن أمري. رواية في صحيح مسلم برقم 2380، 2380 ده رقم الحديث وليس رقم الصفحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحكي القصة بتاعت الخضر مع موسى عليهما السلام: لما قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا. هذا الحديث ذاته جاء كده. الشاهد وين؟ قال الخضر لموسى كما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكى النبي محمد صلى الله عليه وسلم القصة كلها. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ دي رواية منه مسلم. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ شيء، اسمع الكلام ده، شيء أمرت به أن أفعله إذا رأيته لم تصبر. شيء شنو؟ أمرت به، ده الشاهد هنا، ده الدليل. شيء أمرت به، الأمر منه؟ ربنا. خلاص، إذن الخضر يوحى إليه فهو نبي من الأنبياء، هكذا استدل العلماء ابن حجر. قال: شيء أمرت به إن أفعله إذا رأيته لم تصبر. ده مصداق للآية: وما فعلته عن أمري، أن يوحى له. عشان كده ابن حجر قال ده من أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر الآية. طيب، شيء أمرت به أن أفعله إذا رأيته لم تصبر. والشاهد وين؟ شيء أمرت به، شيء أمرت به. طيب، وأيضا استدل ابن حجر على نبوة الخضر، قلنا بشنو؟ لما موسى سأله رجل من بني إسرائيل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال شنو؟ قال: لا. خلاص، ربنا قال: بلى عبدنا خضر هو أعلم منك. هذه الجزئية، هو شنو؟ بلى عبدنا خضر هو أعلم منك. قال ابن حجر: قوله هو أعلم منك ظاهر في أن الخضر نبي، بل نبي مرسل. صح، لأن موسى عليه السلام نبي ورسول ومن أولي العزم الخمسة من الرسل، ربنا يقول له: في عبد أعلم منك وهو الخضر، فلا يمكن أن يكون وليا يعني دون الأنبياء، لازم يكون نبي، وقال نبي مرسل. لكن لفظة أعلم منك، قلنا باتفاق العلماء إن موسى عليه السلام أعلم من الخضر على الإطلاق في العلم كله، يعني أعلم موسى، وموسى عليه السلام أفضل من الخضر. قال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس
برسالاتي وبكلامي. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ومن الذين آذوا موسى سيد قطب، قبحه الله. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، إلى غيرها من الآيات. واصطنعتك لنفسي، إلى غيرها من الآيات الكثيرة جدا جدا في فضل نبي الله موسى، وهو من أولي العزم الخمسة من الرسل، موسى عليه السلام. طيب، لكن هو أعلم منك، ده قصدي ميو شنو؟ بشيء معين من العلم أو بجزئية معينة من العلم. ما هو الدليل على هذا التفسير؟ الحديث نفسه. قال الخضر: يا موسى، أيوة، إني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وإنك على علم علمكه الله يا موسى لا أعلمه، لا أعلمه أنا. يبقى المقصود هو أعلم منك بجزئية معينة. طيب، ده كله مراجعة لشنو يا جماعة؟ لدرس الفات. طيب، ها؟ شنو؟ يا تو حديث. حديث هذا؟ ها؟ لا يا تو حديث تقصد. ده ما بصح البخاري، حديث ذاته نحن لسه ما ناقشناه. حديث لسه ما ناقشناه، حمليكم لو عشان تكتبوه. ولزاما عليكم تحفظوه صم مع الآيات التي بصورة الكهف. طيب، تاني درسنا شنو؟ آخر مبحث، هل الخضر حي أم ميت؟ وهنا شبهة كبرى من كتب ابن تيمية يأتي بها المتصوفة في مسألة حياة الخضر. قلنا الصحيح أن الخضر ماله؟ ميت. الدليل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. من السنة، أيوة، كويس، يصلح دليل ثاني من الأدلة. ما من نفس منفوسة، أيوة، تمر عليها 100 سنة، نعم، وهي يومئذ حية، وهي يومئذ حية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم ليلتكم هذه، أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة، نعم، عليها اليوم. أيوة يا عم حديث، تفضل. نعم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. والحديث الموافق للآية تذكروا: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ الله عليه العهد والميثاق. أها، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، مش كده؟ طيب، فالخضر ما جاء آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء نصر وبايع وما جاهد معاه لا في غزوة بدر. ابن تيمية قال غزوة بدر كانوا عدد الصحابة 313 ومعروفين بأسمائهم، الخضر ما منهم. فلو كان حي كان جاء نصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ضمن الأسماء ذي، لأنه قال ليؤمنن به ولينصرن. فلما ما جاء وما نصروا معناته شنو؟ علمنا إنه ما موجود، ميت. أيوة، نعم، ده ذكرناه برضه في الدرس السابق، حديث لا يبقى على ظهر الأرض على رأس 100 سنة ممن هو عليها اليوم. طيب، ديك يلا، الشبهة هم جابوها من كتاب ابن تيمية جزء الفتاوى الجزء الرابع الصفحة، أنا بس لو زول المايك ده، طيب خلي خلاص. طيب، الصفحة 337، صفحة 337 من الفتاوى و338. ابن تيمية سئل في فتوتين في نفس المجلد الرابع ده ذاته. فالفتوى الأولى سألوا عن الخضر وإلياس، هل هما معمران؟ بينا لنا رحمكم الله. قال: إنهما ليسا في الأحياء ولا معمران. ونقل كلام السلف إن الخضر ميت وإلياس شنو؟ ميت. الفتوى البعدية طوالي بصفحة واحدة اللي هي 338، هل كان الخضر عليه السلام نبيا أو وليا؟ وهل هو حي إلى الآن؟ أجاب جواب طويل في
في صفحة 339 قال وأما حياته فهو حي. ده إشكال. قال فهو شنو؟ حي. طيب وتكلمنا قلنا شنو؟ قلنا شنو؟ طيب شيخ الفوزان قال إذا في عالم عنده فتوتين في مسألة، واحدة موافقة للقرآن والسنة والثانية مخالفة للدليل، يقدم ياتو موافقة الدليل، لأنه ربما ذا كان قول له لنص معين قايله صحيح أو لفتوى معينة أخذ بها العالم، بعد ذاك لقى القول باطل أفتى الفتوى الثانية. الثاني قالوا شنو؟ نعم إن الفتوى دي مدرجة في الفتاوى، قالوا بدليل شنو؟ طيب نقرأ كلام الكلام ده. قالوا الذكر انه الرد الردود دي، الرد الفتوى الثانية دي انه الخضر حي منه، دي المانح دي السلف الصالح. ذكرنا كتاب الزهر النضر في حال الخضر، هذا الكتاب لابن حجر العسقلاني، ينقل عمه ابن حجر عن منو؟ من القيم وابو الفرج ابن الجوزي الاثنين، مش كده؟ في من كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف، وهذا هو الكتاب انا وجدته الحمد لله لابن القيم، ينقل فيه ابن القيم عن ابي الفرج ابن الجوزي في هذه المساله. وهنا ابن حجر ينصر كلامهم ده انه الخضر ميت، وانه الفتوى بتاعت ابن تيميه دي حتى لو كانت صح هو قالها هي شنو يا جماعه؟ ما صحيحه، لانه قالوا الفتوى دي وردت في مجموع الفتاوى وفي كلام ابن تيميه كله مره واحده، وفي مجموع الفتاوى او غيره ورد ثلاثه فتاوى انه ابن تيميه قال الخضر ماله؟ مات، وذكر عليها الادله. فاذا كلام ابن تيميه الصحيح اللي هو الثلاثه فتاوى في موت الخضر، حتى لو دي صحيحه مثبته بالفتاوى يكون قول هو بعد ذاك تراجع عنه، لانه دي ثلاثه فتاوى. والدليل على انه ده يكون قول تراجع عنه قال شنو ابن حجر؟ لما نقل قالوا انه من عادة ابن تيمية في كتبه اذا نصر قول معين بيكرره كم مرة في كتبه كده. وانا لاحظت شخصيا المسألة دي في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وفي الفتاوى الجزء 11 لابن تيمية والجزء 10، لما ينصر مسألة بيقوم بيبدأ شنو يا جماعة؟ يكرر فيها، يكررها مرات قريب 10 مرات، كل ما يمشي قدام يكررها، كل ما يمشي قدام يكررها، حتى تثبت في ذهن المتعلم وطالب العلم وفي ذهن العالم والقارئ. وكل مره يكررها يذكر لها ادله جديده مرات ونصوص ثانيه وادله ثانيه ما ذكرها في نفس المساله ويكررها ثاني. فطالما كررها يبقى ده مذهبه وده الحاصل عليه. نقرا كلام السلف في هذه المساله سريعا، لدينا منه جزء المره الفاتحه. كتاب الزهر النضر في حال الخضر تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني، ده من أعظم الكتب الحقق فيها موضوع الخضر ده وانتهى من الموضوع في مجلد كامل. وذكر ابن القيم في المنام المنيف في الصحيح والضعيف في فصل كامل، برضه المسألة دي برضه ناقشها. وذكر ابن الجوزي برضه عنده كتاب كامل عنه عن الخضر. طيب ابن حجر العسقلاني الزهر النضر، قال ابن حجر العسقلاني وديل السلف ذكروا الكلام ده وناقشوا خلاص ثاني ما في كلام. قال ابن حجر العسقلاني في كتابه الزهر النضر قال وقف مع شيخ الاسلام ابن تيميه في حياه الخضر في الصفحه رقم 65 من كتاب الزهر النضر في حال الخضر. قال ابن حجر رحمه الله سئل ابن تيميه رحمه الله عن الخضر وإلياس، جاب الفتوى يا ده الموجودة في الفتاوى، هل هما معمران؟ قال إنهما ليسا في الأحياء. دي مليناها لكم الفتوى دي، كده حقراها سريع، الزول ما كتب يكتب من إخوان. وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد ابن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس يرويان ويروى عنهم ويروي عنهما، فقال الإمام أحمد من أحال على غائب لم ينصف منه، وما ألقى هذا إلا شيطان.
بيقول الخضر وإلياس أحياء ويروى عنه وهم بيروا برضو، قال ده كلامه شيطان القول. طيب، وقال في فتاواه ابن تيمية: وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء؟ فقال ابن تيمية: كيف يكون هذا؟ كيف يكون أحياء؟ كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. ابن تيمية استدل بالحديث على وفاة من يا جماعة؟ على وفاة الخضر. وقال ابن تيمية في فتاواه أيضا، ده كله ابن حجر ينقل الكلام ده. والصواب الذي عليه المحققون وأنه لم يدرك الإسلام، يعني الخضر، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه، على الخضر، أن يؤمن به، يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينة. ده ابن تيمية ذكر وين؟ ذكروا في الجزء 27 الصفحة 100، وأنا جبت معايداته الجزء 27 الصفحة 100 من مجموع الفتاوى. ابن تيمية ذكر في هذا المجموع في هذا الجزء 27 إنه الخضر ميت. يبقى دي فتوى ثانية لابن تيمية إنه الخضر شنو؟ ميت، غير الفتوى اللي في الجزء 4 صفحة 337. ده في الجزء 27 من مجموع الفتاوى الصفحة 100. قال: وموسى لم يكن يعرف الخضر، والخضر لم يكن يعرف موسى، بل لما سلم عليه موسى قال له الخضر: وأنا بأرضك السلام إلى آخر. قال ابن تيمية: والصواب، كلام عن منو يا جماعة؟ عن الخضر. قال: والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت. وكلمة ابن تيمية والصواب، والصواب معناته في أقوال خلاف القول ده، صح ولا ما صح؟ في أقوال خلاف القول ده، والله أعلم. ربما ابن تيمية يشير لقول شنو؟ الأول ذاك، هنا قال شنو؟ والصواب، كأنه يخطئ له قول، إما قول لنفسه أو قول لغيره من العلماء. قال: والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت. من الميت؟ الخضر. أنه ميت، وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجب عليه أن يؤمن به. من وين جاب الوجوب ابن تيمية؟ من الآية والحديث ذكرناه. ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينة، ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم. صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ ده أولى، كان يجاهد مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، أولى من يمشي شنو؟ المساكين في البحر وكذا يرقع لهم السفينة. صح ولا ما صح؟ طيب، ولم يكن مختفيا عن خير أمة أغريت للناس، هو عن قوم كفار، ما كان، مش كان الأولى ما يختفي عن قوم هم خير أمة أغريت للناس؟ كنتم خير أمة أغريت للناس، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شو الاستدلال ده وكيف؟ وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم لما فعل تلك الأعمال التي هي موجودة في سورة الكهف وفي الحديث الذي نحن بصدده. ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة، لا في دينهم ولا في دنياهم، فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال ابن تيمية عليه رحمة الله. صفحة 100-101 وانت ماشي. طيب، الجزء 27. طيب، نرجع لابن حجر في الزهر النضر في حال الخضر. طيب، قال: وقد نقل عنه تلميذه ابن القيم، نقل وين؟ في المنار المنيف، وهو ده المنار المنيف. ابن حجر ينقل من هذا الكتاب، حقرا لك كلامه وحوريك له من هنا. قال:
فقد نقل عنه تلميذ ابن القيم فقال سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي النبي ويجاهد بين يديه ويتعلم منه، صح ولا ما صح؟ ويتعلم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وكانوا 313 رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فأين الخضر حينئذ؟ وينه؟ عرفتوا كلامنا؟ ده ذكروا ابن حجر في الصفحة 66 من الزهر النضر نقلا عن ابن القيم في المنار المنيف، هذا الكتاب في الصفحة 150 وانت ماشي، صفحة 150 وانت ماشي حسب الطبعة الموجودة عندي. طيب نقرأ كلام ابن القيم في المنار المنيف لأن ابن حجر هنا اختصره، نقرأ بيطول لعموم الفائدة وفي فوائد أكثر من هذا. قال ابن القيم ومنها الأحاديث التي ذكر فيها الخضر، الكلام القبلي نهاية الفصل القبلي بيتكلم عن موضوع آخر أحاديث مكذوبة، في نهاية الكلام قال يريد ابن القيم نقل كلام الخطيب البغدادي قال قلت يريد كتاب العقل لداود المخرف الكذاب، المخرف الكذاب، وشوف اصطلاحات العلماء قال ده مخرف هو كذاب. المهم وهو قال سفر يعني كتاب، قال أبو الفتح الأزدي لا يصح في العقل حديث، بناقش حديث شنو في فضل العقل كل حديث مكذوبة، قاله أبو جعفر العقيلي وأبو حاتم ابن حبان والله أعلم. قال ابن القيم فصل ومنها، من هذه شنو الأحاديث هذا المكذوبة أصلا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها الأحاديث التي ذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد. أي حديث يلاقيك ابن القيم قال لك فأي كتاب يعجبك إنه الخضر حي الحديث ماله كذب كذب. ومنه الحديث المنقول في الفتوى المنسوبة لابن تيمية في الجزء 4 الصفحة 338 لو بدي أذكر و39 وانت ماشي. طيب قال كحديثي بعد ذلك أريدك أمثلة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فسمع كلاما من ورائه فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر كذب، وحديثي يلتقي الخضر وإلياس كل عام كذب، وحديثي يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر الحديث المفترى الطويل المفترى الطويل. سئل إبراهيم الحربي عن تعمير الخضر وأنه باق، شو بعد كلام السلف ينقلوا لك برضو العلماء كما نقل ابن القيم، فقال من أحال على غائب لم يتنصف منه وما ألقى هذا بين الناس إلا شيطان. والكلام ده برضو منقول عن منو قبيل عن الإمام أحمد نفس الكلام ده. طيب وسئل البخاري الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث سئل عن الخضر وإلياس هل هما أحياء، فقال كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. وسئل عن ذلك كثير غيره من الأئمة هل الخضر حي، فقرأ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ابن الغيم ينقل رحمه الله فقال يعني هل حي الخضر، قال لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه، نفس الكلام أن قلنا من شنو فتاوى الجزء 27 وانت ماشي. طيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وكانوا 313 رجلا معروفين بأسمائهم، نفس الكلام النقل عفوا من الزهر النضر عن ابن النقل ابن حجر عن ابن تيمية، معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فأين كان الخضر حينئذ؟ وقال أبو الفرج ابن الجوزي، شوف السلف ديل كلهم يقول الخضر ماله ميت بنص القرآن والسنة. قال أبو الخضر ابن الجوزي والدليل
على أن الخضر ليس بباق في الدنيا يعني ميت أربعة أشياء: القرآن والسنة وإجماع المحققين من العلماء والمعقول. يعني شو الصحيح اللي بيصدق العقل؟ أما القرآن فقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فلو دام البقاء كان خالدا. فلو دام البقاء كان خالدا. بعدين نسألهم سؤال: حي من بيتين، هل هو من أبناء آدم من الوقت داك ماشي حي قبل نوح؟ يعني لو كان قبل نوح، العلماء قالوا الركب مع نوح في السفينة، مع نوح في السفينة بعد ما نزلوا ماتوا كلهم ولم تبقى إلا ذرية نوح، الناس جمعوا صلبوا، ده لو كان قبل نوح. وجعلنا ذريتهم الباقين بنص القرآن. ولو كان بعد نوح فأين الدليل؟ دليل شنو؟ فما في أصلا دليل على هذا الكلام. طيب، وأما السنة فذكر حديث: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو اليوم عليها أحد، رواه البخاري ومسلم، متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل موتي بقليل ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة وهي يومئذ حية. وذكر عن القاضي أبو يعلى وعن بعض أصحاب الإمام أحمد، عن بعض أهل العلم، وذكر 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 أدلة من المعقول 10 أوجه تلقوها في هذا الكتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم الجوزية، ونقل عنه ابن حجر في هذا الكتاب، وفي كتاب أبي الفرج ابن الجوزي أيضا موجود. طيب، ده مراجعة على الدرس الفات للناس اللي ما حضروا. طيب، درس اليوم أهم مبحث وأقوى شبهات في موضوع الخضر شنو هو؟ أهم مبحث، مش حياته أو موته بس، لا لا لا، الاستدلال بما فعل الخضر على شنو يا جماعة؟ على علم الباطن وعلم الظاهر، يعني الاستدلال بأفعال الخضر على الخروج من الشريعة. القرآن قال الزنا حرام، هاي لكن والله الشيخ فعل الكلام ده لأنه يجوز تخرج من علم الظاهر لعلم الباطن، وعلم الباطن ده علم الخواص من العلماء، وعلم الظاهر ده علم العوام، وكما قال الصوفية وهو علم الأغبياء. لكن علم الخواص ممكن تطلع من الشريعة، تسيب دين، تكفر، تزني، تشرب خمرة، ترمي المصحف، ولما يسألوك يقولوا شنو؟ شطح، والولي لا يسأل إذا شطح. دي مش قالها حامد امبارح؟ قال ما يسألوا. طيب، ده بقى إله لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا؟ أيوه، قال ما يسألوا. واستدل قال بشنو؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طيب، ما الرسول خطأ وقال أخطأ من شدة الفرح، وقال ده زي السكران، والحمد لله يعترف حامد إنه شيوخهم سكرانين. أي ما عليك سكرانين. طيب، بتحضرها إن شاء الله في اليوتيوب، ما دي ساعة. طيب، الله نصرنا عليهم، أنا ما عندنا حاجة. نشوف كلام ابن حجر والقرطبي، والله قالوا كلام من أمتن الكلام، وابن تيمية برضه، لأنه عندهم شبهة صوفية قالوا ابن تيمية يقول بعلم الظاهر والباطن. ابن تيمية قال بيقول الكلام ده كافر مرة واحد، أقرأ لك هسه. الحين كده نشوف كلام ابن حجر في التعليق على الحديث من صحيح البخاري رقم 122. حديث رقم كم؟ 122. والحديث انا صراحه كنت امليكم لو تحفظوا، لكن صراحه بياخذ معي زمن. انقله من صحيح البخاري حديث رقم كم؟ 122، واحفظ معه الايات من سوره الكهف في قصه الخضر. طويل جدا الحديث، قريب صفحتين. خلاص، ما من غير تمليه. طيب، لا، الحديث رقم 122، انت ما تكتب الصفحه، الصفحات دي تختلف، لكن رقم الحديث ما بيختلف في الغالب. الحديث رقم 122 ده أوضح ليك أنه الباب باب ما يستحب للعالم
إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، كتاب العلم. وجابوا في أبواب كثيرة وكتب كثيرة البخاري، جابوا في قريب 10 مواضع و10 أبواب مختلفة يعني. طيب حديث رقم 122، بس اكتب رقم الحديث بيكفيك. طيب عن سعيد بن جبير، لما تملي لأنه أنا حقرأ سريع قراية واحدة بس تصحيح للقراءة بس إن شاء الله. قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر. سعيد بن جبير ده تلميذ ابن عباس، قال قابلت شيخنا ابن عباس قلت له نوف البكالي، البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل، أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر. يعني موسى في قصة الخضر ده قال له ده ما موسى بني إسرائيل، هو موسى تاني. قال ابن عباس كذب عدو الله، كذب عدو الله. ده منو الكذب أو عدو الله ده؟ ده نوف البكالي. نوف البكالي ده هو شنو؟ قال ابن حجر ونوف المذكور تابعي من أهل دمشق، فاضل عالم لا سيما بالإسرائيليات، فاضل عالم من التابعين. ابن عباس قال عنه شنو؟ كذب. نمرة واحد دي خدتها بجاي. اثنين قال شنو؟ عدو الله. جماعة ما قالوا نحن شديدين ها على أهل البدع. شو ابن حجر قال شنو؟ لا دقيقة 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 دقيقة. طيب ما تستعجل. طيب قال ابن حجر كذب، قوله كذب عدو الله، كلمة عدو الله دي. قال ابن التين، ده علم ولا العدسي؟ قال ابن التين، اسمع، قال ابن التين وده بنقول عنه ابن حجر، شوف ده علمه حيكون كيف. ها طيب قال ابن التين لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله، عن ولاية الله، ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه وحقيقته غير مرادة. على العلم مرات بيقولوا كلام ده في زول حتى لو كان صالح ذاته، لو قال كلام باطل خلي زول مبتدع، نقول البرع دجال العدس يرد ما هكذا، ما هكذا يا مجرم يا عدو الله. طيب طيب قال وأما تكذيبه، وأما تكذيبه يعني قال كذب، كلمة كذب هذه واحد يقدر يمسكها لك عباس، ده ابن عباس انت قال له زول ساكت. وأما تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئا بغير علم أن يكذبه. كذبت تقول له حتى لو صالح ذاته، شفت كيف؟ إذا أنت عندك علم ودليل ونص صريح صحيح في شيء وغيرك ذكر كلام باطل بغير علم يجوز لك تقول كذب فلان. وابن عباس جابها من وين كذب دي؟ جابها من وين؟ جابها من الرسول، اللي علمها من الرسول. تخلي ده تسمع زول بتاع حكاوي بتاع حبوبات، اتصلت واحدة بالليل وقالت راجلة طلقها، يا أخي امشي طير يا أخي أنت وراجلة خلاص. طيب طيب قال وأما تكذيبه فيستفاد منه أن للعالم، ده لسلفنا، أنت ما عندك سلف إلا محمد حسين يعقوب شد الحبل واركب الحمار وغيره. طيب قال إذا كان أن للعالم إذا كان عنده علم بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئا بغير علم أن يكذبه. ونظيره قوله، شوف ده ابن حجر ذات، والله أنا ما قريت الباقي ده ما بتذكره، قال ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. ابن حجر يعني ابن عباس جاب الكلام ده استفادوا كأنه من هناك كذب أبو السنابل. وابن حجر قال لك ده نظيره يشبه كلام النبي، لما وابو السنابل ابن بعكك ده صحابي، ده صحابي كذب. ابن حجر قال في موضع الحديث بتاع ابو السنابل قال وكذب بلغة الحجازيين أهل الحجاز أي أخطأ. طيب ده ما فاهمين الحاصل.
أي ابن حجر قال كذب أبو السنابل هنا في الموضع ده، أي أخبر بما هو باطل في نفس الأمر. المهم طيب نواصل القراية. قال ابن عباس كذب عدو الله حدثنا أبي بن كعب، وده فيه الدليل على شنو يا جماعة؟ على التحديث. ابن عباس يحدث قال حدثنا أبي ابن كعب، ابن عباس صحابي وأبوه صحابي الفضل ابن عباس، خلاص عبد الله بن العباس، العباس صحابي خلاص، واللي بيحدث عنه ابن عباس أبي ابن كعب ماله صحابي. قال حدثنا أبي بن كعب، عندي دليل، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام موسى النبي خطيبا، النبي خطيبا إذا أثبت خلاص شنو أثبت إنه ده موسى النبي ابن عمران، ابن عمران موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، يبقى ده موسى بني إسرائيل ذات كده الموضوع انتهى، لكن سأغلقه باقي الحديث. قال فسئل أي الناس أعلم، والحديث جاء بروايات كثيرة قصة الخضر دي. طيب أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه. ليه ربنا عتب على موسى؟ أيوة موسى هو أعلم بالمناسبة، أعلم زول في بني إسرائيل، لكن ربنا عتب عليه لأنه ما قال شنو؟ الله أعلم. طيب عشان كده قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، أي ما رد العلم إلى الله. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب وكيف به؟ وده يدل لك إن موسى ما متكبر، لأنه لما ربنا قال له هو أعلم منك طوالي قال وكيف به؟ وين محل ده؟ دليل على تواضع موسى عليه السلام، مو زي ما قال سيد قط المجرم البليد. طيب قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل، في مكتل هكذا تضبط مكتل. قال النووي في شرحه على مسلم مكتل يعني قفة عديل كده. طيب فإذا فقدته فهو ثم، وفي رواية مسلم حوت مملح سمكة يعني مملح فيها ملح. قال إذا فقدته محل الحوت ده تفقده معناته الخضر هنا محل راحة ده الحوت فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون لفتى موسى وحملا حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب يعني مغطى يعني بثوب أو قال تسجى بثوبه شك الراوي فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. حامد كذب امبارح قال في المحاضرة قبل المناظرة قال شنو؟ قال قال ابن عباس عند ابن كثير بالتفسير إنه الخضر رجل عل أوتي علم الغيب أو كلمة نحوه. ابن حجر قال في الحتة دي لما موسى سلم عليه الخضر قال شنو؟ وأنا بأرضك السلام. قال ابن حجر اسمع الكلام ده كويس، وأن أنا بأرضك السلام قال وفيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون الغيب. أنا كنت شايل الكتاب ده معي، ومن دونهم لكن ده كان في المحاضرة، ومن دونهم لا يعلمون الغيب إلا من علمهم الله، إذ لو كان الخضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله، لأنه سأله قال له أنا بأرضك السلام وقال له أنا لك هذا زي ما حيجيك. طيب قال وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى
فقال موسى بني إسرائيل قال نعم. دي برضو رد على شنو؟ على كلام نوف البكالي الردبي ابن عباس. طيب قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف تواضع موسى عليه السلام. طيب قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه يعني أنا لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول يعني بغير شنو؟ بغير أجرة يعني بغير نول بفتح النون وسكون الواو. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. وهنا شبهة يطلقها أتباع سيد قط. قالوا موسى عليه السلام ما صبر متعجل واحد. الشبهة الثانية اللي بيطلقوها أتباع الترابي قالوا ده فيه دليل على جواز الاستدلال بالعقل على الشرع لأنه الخضر الحاجات العملة دي القرآن قال وما فعلته عن أمري ده شرع شرع الشريعة نزلت للخضر. وموسى اعترض عليه قالوا بعقله. رد ابن حجر قال قال هذا الاستدلال لا يجوز لأن موسى إنما اعترض بظاهر الشرع لا بالعقل لأن موسى اعترض بظاهر الشرع لا بالعقل المجرد ففيه حجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه ولو كان مستقيما في باطن الأمر. ظاهر الشرع مع موسى شريعة موسى وشريعة الخضر بيختلفوا. شريعة موسى وظاهر شرعه ما له يا جماعة كلام ده باطل. ناس حملوك في سفينة بغير أجرة شرطت السفينة أو قديتها ده حرام حرام كلام ده حرام وحتى في شريعتنا. لكن في شريعة الخضر ربنا أوحى له بدليل رواية موسى قال شيء رواية مسلم عفوا شيء أمرت به أن أفعله أمرت به أن أفعله قال الحياة دي كلها الله أمرني بها فعلها دي شريعة منو؟ الخضر. لكن في شريعة موسى الكلام ده ماله؟ حرام. قال لهم كيف تعمل كده؟ الثلاثة حاجات والحاجات اللي عملها كلها. فدي حجة لنا على إنه يجوز تستدل بشنو يا جماعة؟ بظاهر الشرع على الشيء اللي ما بيسوق حتى لو كان أمر مخفي علينا إنه جائز في ظاهر الشرع حرام تنكر هذا حرام لحد ما يثبت لك إنه الأمر ده شنو؟ خلاف ما أنت شنو؟ فده حجة لنا ورد عليه وما حجة له. ده واحد. اثنين موسى ما يستعجل صح ولا ما صح؟ لأنه عنده في الشرع ده محرم. طيب نرجع للكلام وقفنا وين؟ طيب قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا للرواية قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها
فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. ما معنى قال بيده؟ هل القول بيكون باليد ولا القول يكون باللسان؟ لو جاء واحد شعبي قال لك الحديث البخاري دي باطلة، لأنه قال قال بيده في الحديث رقم 122. والقول في العقل بيكون بالخشم ما بيكون باليد. هذه تحلها كيف؟ ها؟ قال ابن حجر في شرحه لحديث قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مرض وفاته، لما دخل أخو عائشة وهو عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك رطب يستن به، والنبي صلى الله عليه وسلم على حجر عائشة، فأبده يعني نظر للسواك شديد وما قادر يتكلم، فقلت آخذه لك. قالت عائشة رضي الله عنها فأشار برأسه النعم، هو ما قال النعم بخشمه، أشار. فقال ابن حجر فيه دليل على إطلاق القول على الفعل أحيانا، وحديث كثيرة جدا. حديث شنو ثاني؟ نعم نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بتلقاه في بلوغ المرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. الرسول قال له كده، تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه شنو؟ الأرض. ففي جواز إطلاق القول على الفعل. طيب طيب، فأقام. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى، شوف ذاته يعتذر له كيف، يرحم الله موسى لو وددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. طيب، من أعظم شبهاتهم حول قصة الخضر قالوا شنو؟ قلنا إنه ده دليل على علم الباطن وعلم الظاهر، ويجوز تخرج من شريعة محمد تجيب كلام برا راسك، وده اسمه علم الباطن واسمه علم الحقيقة والعلم اللدني، صح؟ قالوا شنو؟ وآتيناه من لدنا علما. لدنا يعني عندنا، من عندنا يعني. فلو كان فلو كان لدن في القرآن معناته لدني، علم لدني معناته في حنان لدني. ربنا قال وحنانا من لدنا، وربنا قال من لدن حكيم خبير. ده كله كلام فارغ وكلام باطل، انه علم لدني وما لدني. والعلم اللدني المعرف الرسول ده يتودى العرفه محي الدين ابن عربي الزنديق، والعرف البرعي، وقائل خط بحرا زاخرا وقفت بساحر منه رسل سادة الناس، وده كفر. والحلاج وغيره هم عشان دارين يكفروا يجوزوا الكفر، قالوا في شغل تاني، علم تاني، الله ما أدل الرسول ذاته. يديك له انت يا وسخان، يا ما قاعد تستحمى، يديك له كيف يعني؟ وما يدي للرسل والأنبياء. طيب طيب، قال ابن حجر، ديل وهابية برضو. قال ابن حجر ذهب قوم من الزنادقة، يبقى الكلام ده كيف، ذهب قوم من الزنادقة، ده في نفسي شرح الحديث ذاته رقم 122، لأنه طويل أنا حقرأ بس. ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أركان الشريعة. قالوا، فقالوا إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تخص بالعامة والأغبياء، أما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، كما اتفق للخضر
فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى، ويؤيده الحديث المشهور استفتي قبل قلبك وإن أفتوك إلى آخره. دي شنو دي الشبهة لحد هنا؟ يلا الرد شنو؟ قال القرطبي، ده ابن حجر ينقل الرد بعد ده: وهذا القول زندقة وكفر، لأنه إنكار لما علم من الشرائع، فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه، المبينين لشرائعه وأحكامه، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا رسلا ومن الناس. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأمر بطاعتهم في كل ما جاءوا به، وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به، فإن فيه الهدى، وقد حصل العلم اليقين وإجمع السلف على ذلك. فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسول، فهو كافر، يقتل ولا يستتاب. يقتل ولا يستتاب. قرطبي وهابي، قرطبي ده وهابي وده كلام الصوفية. قرطبي قال ده كافر ولا يستتاب، ويقتل وما يستتاب ذاته. طيب زول انا بقول عندي دين براو ما جابيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان سمع علم باطن، علم ظاهر، علم الحقيقة، علم شنو ما عارفه. القرطبي قال دي دعوة تستلزم إثبات نبوة بعد شنو؟ بعد نبينا. لأن من قال إنه يأخذ عن قلبه، لأن الذي يقع فيه هو حكم الله، وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة، خاصة النبوة، كما قال نبينا: إن روح القدس نفث في روعي. صح ولا ما صح؟ ده معناته بيقى عامل فيها نبي تاني، خلاص؟ طيب، قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا أخذ عن الموتى. ده مش كلام الصوفية الليلة؟ البرعي قال: وروى صحيحا حديثا صح عن مختارهم من غير واسطة البخاري ومسلم، الصفحة 67 من الديوان رياض الجنة تقريبا، صفحة 67. طيب قال: وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت. بالله ده ما كلامهم الليلة؟ نفسه. وكذلك قال آخر: أنا آخذ عن قلبي عن ربي. ده مش هو ذاته؟ طيب، وكل هذا كفر باتفاق أهل الشرائع. طيب، ونسأل الله الهداية والتوفيق. وقال غيره، ابن حجر بعد ده قال لك غير القرطبي، قال لك عندنا ثاني علماء قالوا، قالوا شنو؟ من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز أن يطلع من خفايا أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة ويجوز له فعله فقد ضل، وليس ما تمسك به صحيحا. يلا بعد ده يوروك الأشياء الفعالة الخضر، وده الجواب على الشبهة الأخيرة في موضوع الخضر، ودي برضو من أهم نقطة. العمل الخضر دي شنو؟ أول حاجة الخضر فسره، مش كده؟ كما حكى الله عنه في القرآن وكما جاء في هذا الحديث أو في رواية مسلم. طيب يلا، هنا ابن حجر جاب ليك بطريقة خلاصته كلام عجيب. طيب قال: فإن الذي فعله الخضر ليس فيه شيء منه ما يناقض الشرع، ولا واحد حاجة بتناقض الشرع، ما في. كيف؟ فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعا وعقلا. صح ولا ما صح؟ معي سفينة كاملة، الملك ده كان بيشيلها إذا لقاها سالمة، لكن إذا لقى فيها عيب كان قانونه كده ما بيقصيبها منه ويشيلها. صح ولا ما صح؟ فكونه يقدها الملك يشوف يخليها، بعد ذاك يرجعه اللوح ثاني بعد ما الملك يشوف يخليها، ده دفع مفسدة كبرى بمفسدة شنو؟ صغرى. بدل ما يشيل السفينة كلها الخضر شال منها لوح واحد،
عشان يعيبه، لأنه الملك ما كان بيشيل حاجة معيبة فيها عيب. ودي قاعدة شنو؟ دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة شنو؟ الصغرى. طيب ده واحد، ده موضوع السفينة. قال ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب شنو؟ الظاهر، يعني الظاهر له من الشرع، وقد وقع من شريعته، وقد وقع ذلك واضحا في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم ولفظه فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها. الزول بعد ما الملك يفوت يجي الزول داري سخيرة ينزل البحر تاني لقاها مخروقة يعملها شنو؟ يصلح الموضوع انت. طيب فيستفاد منه وجوب التأني عن الإنكار في المحتملات، وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة، في شريعة الخضر، قال لعله في شريعته كان عقل والدين ماله يقتل، يقتل زي ما في شريعتنا إنه الزاني المحصن ماله يرجم حتى شنو؟ حتى الموت يقتل، مش هو كده؟ وفاعل اللواط يقتل الفاعل والمفعول به وغيره. لكن الكلام ذاته قد يخليك منه مثلا، يعني حجة أقوى. الخضر قال الكلام ده كله وما فعلته عن أمري، الله خلق الغلام سبحانه وتعالى قال لا مش أقتل الغلام ده، في شنو؟ ما في حاجة، بالمناسبة ما في جبا. ربنا خلق السفينة وخلق الناس صنعوها قال لا مش جدا، لو ما ورانا أي حكمة، نحن مأمورين بشنو يا جماعة؟ بالإيمان، لكن ربنا ورانا الحكمة في كل فعل، وفي النهاية قال لا ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ربنا ورانا تأويل الكلام ده، لكن لو ما ورانا أنت مطالب تؤمن ولا مطالب؟ تؤمن، ما في شبهة. طيب قال وأما إقامة الجدار فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان والله أعلم. جماعة ده قابوا يضيفوه مش كده؟ بعد ده قام قابلهم شنو؟ الجدار من باب مقابلة شنو؟ الإساءة بالإحسان، ومن باب برضو الإحسان بشنو؟ بالغلامين شنو؟ اليتيمين اللي كانوا من القرية دي. الأبو يضيفوا موضوع أنت ما في أي حاجة هنا ولا في أي شبهة، وأي زول يتشبث بهذه الأمور ويقول في ظاهر وباطن، العلماء قالوا ده كافر. ابن حجر والقرطبي، أشوف ابن تيمية قال شنو؟ لأنه عندهم شبهة أنا سمعتها منهم ذات شيوخهم الكبار الصوفية، قالوا ابن تيمية ذاته بيقول بعلم الظاهر والباطن. أنا أشوف ابن تيمية قال عن الكلام ده في الجزء 4 من مجموع الفتاوى. ما أكون نسيته كمان يا جماعة، هل في البيت يكون؟ طيب أيوة بارك هذا الجاشة، وأما وكان تحته كنز لهما في المحاضرة ولا المناظرة؟ المحاضرة نعم. إنه كان يعني الغلامين ديل كان أبوهم أصالح، كان دليل إنه الصالح ينفع أولاده وينفع غيره، كان أبوهم أصالح. الله يا اخي مشكلة، انت عارف اكون نسيت المجلة في البيت، انا ايه بكرة ان شاء الله. نعم هاي في البيت. طيب خطيت بالترابيزة وشلت دي المعزل المغري نزيد. طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد ورسوله. نعم ابن تيمية بيقول نفس كلام القرطبي، إنه أي زول يقول في ظاهر وباطل للشرع قال ده كافر، ده كلامه كده. نعم تفضل تفضل. أول حاجة الكلام ذكره في المدينة أيضا ما عدلك تعليم. نعم وإلا الفائدة شنو؟ إنه ربنا قال وكان أبوهما صالح. نعم فهل ورد في السنة إنه صالح لا قد ينفع أهله؟ الكلام اللي قاله حامد السنة. نعم حق ولا باطل؟ خلينا نشوف تعليق نبيل أول بعد ذلك نشوف عندك تعليق أنت قول. أنا ما عندي تعليق، لكن كأنه لا يجيب صالح لا قد ينفع أهله، وإلا ما في فائدة إنه ربنا يقول وكان نشوف أبوه ما صالح. طيب نشوف تعليق نبيل على كلام حامد اللي قاله ذاته. يلا نبيل لا لا قول قول، أنت ما قلت امبارح قول
لا قول قول انت، انا بسميهم بالمقربون. انا خلي قولي في النهايه اقول. الآية القبلة إنه ربنا سبحانه وتعالى قال عن الغلام الذي قتله الخضر، قال الله جل وعلا قال وكان أبوه مسلمين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فجيت إنه الآية القبلة إنه أبواه مؤمنين ما نفعوا، هو كان كافر فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فهذا يدل على أن الأب ما ينفع ولده، ما ينفع، وإنما وإنما كما قال الله جل وعلا ولا تزر وليس للإنسان إلا ما كسب. وقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهين. وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طبعه يا عمله. لكن برضو أيوة قد يقول تدري أنت كلامك الأول شنو؟ إني ربنا قال في الآية قبل الغلام ده كان أبواه مؤمنين، وبعد ده هو قتل لأن الله جل وعلا خشي أن يرهق أبواه. لا ما إذا أنت بتذكر موضوع الجدار الذي أقامه الغلامين اليتيمين، وهو بيذكر شنو؟ قتل الغلام. ده موضوع براو ده براو ولا لا ما في امثال. الشيخ نبيل بيقول انه اصلا لو كان الابوين مثلا بينفعوا كان بينفعوا ذاك، لكن ده بيدعنا النفع في الهدايه. الابوين ما بينفعنا في الهدايه للولد، لدليل انه نوح عليه السلام ما نفع ولده. لكن هنا يعني الرجل اذا كان صالح من ابواب ثانيه هل ممكن ذريته تنتفع بالكلام؟ ممكن ربنا من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم ممكن ربنا سبحانه وتعالى يصلح له في شنو؟ في أولاده. ده ذكر ابن كثير في قصة إبراهيم عليه السلام لما قام التوحيد ورموه في النار، قال وأعتزلكم وما تعبدون وما تدعون من دون الله وكذا. بعد ذاك ربنا سبحانه وتعالى وهب شنو؟ إسماعيل وإسحاق. ربنا نعم ابن كثير قال فيه فائدة إنه الإنسان لو كان داعي يدعو إلى العقيدة ويدعو إلى التوحيد ربنا سبحانه وتعالى بيكافئه يعني بصلاح أبنائه. أما قصة نوح عليه السلام فربنا جعل من حكمته إنه ابنه كافر لحكم ولفوائد كثيرة جدا، منها إنه ما في إنسان يملك الهداية إلا الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما مشى لعمه أبو طالب ودعاه للإسلام أبى يسلم، ربنا قال لي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وغير من الحكم وابتلاء ورفع للأنبياء، لأنه الابتلاء الإنسان شنو؟ بيرفع به. عشان كده ابن حجر لما ذكر الحكمة من سحر النبي عليه الصلاة والسلام قال من الفوائد تشريع للأمة إنه في حاجة اسمها سحر، من الفوائد قال رفعة لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن بيرفع بشنو؟ بالابتلاء أكثر وأكثر درجات، أكثر وأكثر وأكثر وهكذا. أيوة. لكن حامد كلامه بشنو كان؟ حامد إنه داري يثبت بالكلام ده إنه الناس يستعينوا ويستغيثوا بالصالحين والصالحين عندهم مكانة، والناس تخلي الله ويدعو ذي لأنه ذي بينفعوا بضره مع ربنا سبحانه وتعالى شركاء. ده باطل يعني. ايوه بيجيبوا شبهه من الحديث الاورد البخاري اللي كان ذكرته انه لا يبقى بعد 100 عام نفس منفوسه، فبيقولوا وجود المسيح الدجال وهي نفس منفوسه، قالوا ده بيعارض الحديث بتاع البخاري. قال العلماء هذا الحديث تموت من اليوم اللي قال فيه الرسول 100 سنه اي نفس منفوسه الا ما استثني باحاديث اخرى، ما في استثناء. منهم عيسى رفع فوق، ومنهم شنو؟ ابليس. ده مستثنى مش كده؟ وثاني شنو؟ والمسيح الدجال ومن استثني، لانه ده استثناء بشنو؟ بادله. عشان كده العلماء قالوا العام يؤخذ على عمومه، ما لم يخصص ولا يخصص الا بشنو؟ دليل قالوا صحيح. قرينا القاعده لو تتذكروا الكلام ده مش كده؟ قرينا الكلام ده في الدرس الفات يوم الخميس.
فدي استثني بشنو يا جماعه؟ بنصوص صريحه خلاص. يبقى اي نفس منفوسه من اليوم ذاك ل 100 سنه ماتت الا ما استثني بنص شنو؟ صحيح. اخر حاجه استدلوا بالايه فوجدا جدارا يريد ان يقف على وجود المجاز في القران. الرد بن باز قال ما في مجاز لا في القران لا في السنه، لكن قال ايوه هاي بنجيه ان شاء الله. قال دي اصلا مصطلحات كان عند العرب ما بيسموها مجاز، كان بيقولوا واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، خلاص ده الفاظ عندهم، بعضها بحسب المضاف بعضها دي الفاظ عندهم، قال ما بتسمى مجاز. اي زول قال في كتاب الله في مجاز يورينا انه الله عز وجل قال في مجاز، لانه المجاز هو ارادات غير الحقيقه، ولا يمكن للقران ان يكون فيه اشياء باطله غير حقيقيه، ومن قال هذا فهو هذا هو الكفر والزندقه. في القران والسنه ما في مجاز، في اللغه يختلفوا، اللغه ذات فيها ولا ما فيها، في القران والسنه ما في مجاز. طيب الصلاة فضل لكم دقيقتين نصلي، مش عشان السخانة بس، ولا رأيكم شو ناس الحلة؟ ناس الحلة نصلي مش عشان عشان السخانة بس، ما بس عشان السخانة، لو حبسنا الناس سخانة حارة على الناس.